بمدينة فاس احتفت جمعية إسعاد المتخصصة بالعناية بمرضى القصور الكلوي بمرور 10 سنوات من تأسيسها، كللت بمجموعة من المبادرات الاجتماعية على الصعيد المحلي والوطني. وتزامن الاحتفاء بذكرى التأسيس بتتويج إسعاد بجائزة جمعية السنة على المستوى الوطني، اعترافا لما قدمته في سنة 2018 من خدمات نبيلة كان لها الوقع على الفئات المستفيدة. اللي هي جمعية تستعمل في مجال مساعدة مرضى القصور الكلوي في مختلف مراحل ديال المرض، من خلال التشخيص المبكر، من خلال الوقاية، ولكن كذلك من خلال تسهيل الولوج إلى العلاج بتوفير الدياليز، بإعداد المرضى لزرع الأعضاء، وبمساعدتهم على الاندماج في المجتمع بتوفير مختلف الوسائل ديال هذا الاندماج، من تكوين، من تأطير، ومن تسهيل المسطرة ديال الولوج إلى مختلف وسائل العلاج. من أبرز أعمال الجمعية إنجاز مركز جهوي مرجعي بمدينة فاس يحمل اسم الجمعية لعلاج مرض الكلوي المزمن، وذلك على مساحة 785 متر مربع وبغلاف مالي يناهز 10 ملايين درهم، مكن من توفير علاج مستمر ومجاني ل 137 مريضا. كما قامت الجمعية بتسيير مركز تصفية الدم لمؤسسة محمد الخامس، كان جلالة الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقة إنجاز بمدينة فاس في مطلع سنة 2015، ويوجد المشروع في مراحله النهائية من الإنجاز.